بمنحة مالية ووظيفة فخرية. كرم صومال طفلاً سورياً بعد أن خطف قلوب الملايين بحماسته خلال احتفالات الاستقلال الوطني. وأشعل الطفل علي ساهر مدرجات استاد مقديشو الدولي بالرقص والغناء، وهو يهتف للصومال واضعاً علمها على كتفيه. وتقديراً لروحه الحماسية، قرر رئيس الوزراء بمنحه معونة شهرية وتوظيفه عندما يكبر. شكرا لك وتهنئة لك. تهنئة لك يا كشفت مجموعة من جامعي السيارات الإيطالية عن ابتكار أقصر سيارة في العالم من خلال تقطيع سيارة من نوع فيات باندا إلى النصف وكأنها تلامس الأرض. السيارة حطمت الأرقام القياسية بحجمها الصغير. الجزائر ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لحفل زفاف شاب كفيف يدعى شمس الدين والمعروف باسم موكا. موكا يعاني من وضع مادي صعب فتمنى زفافا ليس له مثيل. وبعد حملة تضامنية بدأتها عدة صفحات على مواقع التواصل ومن عدة ولايات بالجزائر، حضر 10,000 شخص ليحققوا أمنيته. انتشر مقطع فيديو لمواطن لبناني اقتحم مصرفاً لمطالبة بوديعته مهدداً بإضرام النار في المكان، وأثار المواطن حالة من الرعب والذعر، وكان معه ابنه البالغ من العمر 13 عاماً. وفي نهاية المطاف تم الرضوخ لمطالبه وتسليمه الوديعة. كان هذا كل شيء لليوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.